نموذج ملهم للإرادة وتحدي. معانا فتاة عازفة أورج، ياسمين كشك. ياسمين كشك من ذوي البصيرة. ياسمين موهوبة جدا في الموسيقى، حلمت بأنها تحترف هذا المجال وأصرت على حلمها، وبالفعل لقاها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كان انطلاقة لتحقيق حلمها بالعزف في أحد فرق الموسيقى العربية. رأت الموسيقى ببصيرتها واحترفت العزف على آلة الأورج سماعياً، وراحت تحلم بالالتحاق بفرقة الموسيقى العربية، حلم لم تكن تتخيل أن يصبح يوماً حقيقة، بل ويتحقق حلمان في يوم واحد. لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن جولته لافتتاح مدينة المنصورة الجديدة وتوجيهه بتحقيق حلم ياسمين بالالتحاق بفرقة الموسيقى العربية. ولم تمر سوى أيام قليلة وكانت ياسمين كشك ابنة المنصورة ملتحقة بمعهد الموسيقى لتدرس الموسيقى بشكل أكاديمي بعد سنوات من العمل الجامعي، وتبدأ رحلة جديدة من العزيمة والتحدي. كذلك التحقت ياسمين بكلية الآداب قسم لغة إنجليزية بجامعة المنصورة وتخرجت بتقدير جيد جداً. لم تتوقف عند ذلك، بل راحت تنمي موهبتها في الأشغال اليدوية، وموهبتها الأكبر هي الموهبة الموسيقية التي حرص والداها على أن يقوم بدعمها منذ طفولتها لتصبح ياسمين نموذجاً حياً للإرادة والأمل والإصرار. احنا معانا ياسمين عازفة الأورج على التليفون. صباح الخير عليكي يا ياسمين. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي ومبروك، قصة نجاح كبيرة قوي ومبسوطين بيكي جدا جدا. حابين نعرف منك كده، ابتدت امتى القصة دي وحبيتي الأورج من امتى؟ هي ابتدت طبعا من الطفولة، وبعد كده يعني كان في اكيد اساتذة كبار ورا الموهبة ان هم ينموها وكده. ده طبعا بالإضافة أن كان يعني كان أول أورج جاي لي في حياتي كان هدية نجاح طبعا من والدي، فده كان دفع كبير قوي ليا. بس الحمد لله بعد كده بدأت أنمي الموهبة بشكل سماعي، وبدأت أن أنا يعني أخرج النوتة أو اللي أنا أسمعه أطلعه على الآلة وكده، لحد ما الحمد لله دخلت حفلات. الحاجات دي قوتني اكتر وخلت عندي جراءه اكتر بالنسبه للموهبه يعني الحمد لله. ودخلت مسابقات كتير ودخلت مع الجامعه حاجات كتير قوي، والحمد لله اكتسبتها، وان شاء الله مكملين باذن الله. عظيم. كان حلمك يا ياسمين انك تعزفي في الاوبرا؟ طبعا ده حلم كبير قوي. طيب كلمينا بقى عن عملت ايه عشان تعزفي في الاوبرا، ايه الخطوات اللي انت خدتيها دلوقتي، وكلمينا برضو عن لحظه لقائك بالرئيس. طبعا دي اجمل لحظه في حياتي. يعني اليوم ده بيبقى يعني قبله انا كنت بدعي كتير قوي ان انا قبله، والحمد لله ربنا وفقني وكرمني يعني ان انا قابلت الرئيس. انا حابه اشكره جدا واقول له يعني ربنا يبارك في حضرتك، بجد انت ساعدتني وحققت لي حلم انا ما كنتش احلم بيه، يعني حاجه انا يعني كنت بسعى طول عمري ان انا اوصل لها، والحمد لله يعني الدنيا فتحت فجاه يعني الحمد لله. عارفة دايما بيقولوا يا ياسمين ان الموهوب او الموهبة حاجة مهمة جدا، لكن المهم كمان انك تشتغلي كتير على الموهبة دي عشان تبقى احسن واحسن، تقدري تبقي فيها بروفيشنال يعني زي ما بيقولوا. عايزة اعرف منك خطتك ايه اللي بعد السنة الدراسية اللي انت فيها دلوقتي؟ انا الحمد لله دلوقتي بنزل تدريب في اكاديمية الموسيقى العربية، وباذن الله يعني هنزل حفلات ان شاء الله، يعني بعد مرحلة معينة من التمرينات وكده هبدأ أنزل حفلات بإذن الله. ويعني طبعا أنا مش عارفة أشكر الناس اللي واقفوا جنبي إزاي، يعني أنا بجد دكتورة غادة ودكتور أحمد، يعني في ناس جميلة أوي واقفة جنبي وكمان حببتني في المكان. أهم حاجة إن الإنسان يبقى حابب المكان اللي هو بيتدرب فيه ومش حاسس إن ده عبء عليه، لا بالعكس حاسس إن دي حاجة جميلة أوي. صحيح، انت كمان موهوبه ياسمين وتستحقي الدعم بكل تاكيد. عايز ارجع شويه كده بقى لرحلتك مع التعليم، كانت عامله ازاي وانت صغيره،
وهل يعني كنت سمعتك قبل كده بتقولي انك واجهتي تنمر، فعايز اعرف ازاي واجهتي هذا التنمر عشان الناس كمان تعرف ازاي تواجه التنمر. انا طبعا انا كنت مدرسه يعني تبع مدارس النور، بس التعليم عام، يعني هو التعليم هو اللي بره، هو التعليم اللي احنا بناخده بس الطريقه برايل. فالحمد لله انا كنت من الاوائل الحمد لله على ما شاء الله المدرسه. بس الفترة التانية دي بقى لما بدأت اندمج في المجتمع اللي هو فيه، انا ليه المجتمع مش ما فيهوش تقبل او نسبة التقبل فيه ضعيفة قوي. حتى الدكاترة الجامعيين، يعني ده مش من قبل الطلبة بس، لا، في علامات تعجب، انت ازاي وصلتي لهنا؟ يا جماعة انا انسان بدارس عادي جدا، بس مشكلتي ان انا من البداية ان انا ما اندمجتش في المجتمع بصورة مظبوطة. طب احنا شايفين دلوقتي على الشاشه معانا كمان ان انت قاعده بتعملي يمكن اشغال يدويه وقدامك في اطفال، احكي لنا اكتر. هو انا يعني مشوار المشغولات اليدويه ده مشوار طويل قوي. طبعا بدا برضو كحب استطلاع للحاجات، الحاجات اللي انا ممكن اعملها بايدي وازاي استفيد منها. بس بعد كده الحمد لله الموضوع اتنمى بقى كويس قوي، وفي طبعا مدربه جميله هي اللي واقفه جنبي، علمتني حاجات كتير وساعدتني في حاجات كتير، ساعدتني ان انا ازاي اتعرف على الخامات، وان انا اعرف انا بعمل ايه وازاي والقواعد بتاعت كل حاجه. طيب والالوان بقى والتنسيق ازاي بتتعاملي معاه؟ لا، هي الالوان انا كان عندي بقايا ابصار لصوره معينه، فهي دي اللي ساعدتني في المخزون بتاع الالوان ان انا افضل محتفظه بيه لحد دلوقتي. لكن عشان نعمل مشغولات ذهبيه محتاجين ان احنا نعمل ديزاين، مظبوط؟ دي افكارك، محتاجة تعملي تصميم. يعني انت عشان تشتغلي في المشغولات الذهبية احنا شايفين، او اليدوية عفوا، احنا شايفين يعني في عاملة عقد، عاملة حاجات كتيرة، فدي بتحتاج تصميم، يعني التفكير انك تحطي تصميم، انت اللي بتصممي. انا بتخيل الشكل اللي انا عايزة اطلعه. يعني في يعني ايه زي صور كده بتبقى معينة في تفكيري انا، فبحاول ان انا انفذها على ارض الواقع من خلال برضو الخامات اللي متاحه. احنا لازم نعرف انت بتعرضي فين عشان نيجي نشتري منك يا ياسمين. اكيد. الله يخليك. هو انا عرضت في تراثنا. ويعني هو المعارض بتبقى قليله شويه، انا طبيعي اونلاين، ان انا ما عنديش مكان بعرض فيه، بس هو انا ببقى في تراثنا. يعني اتمنى طبعا كل ما يبقى فيه معرض كبير كل ما ان شاء الله هحاول ان انا اشترك فيه وابقى متواجده فيه. احنا مبسوطين بيكي قوي يا ياسمين، فرحانين بيكي وباللي انت وصلتي له، ويا رب توصلي لحاجات اعلى واعلى، ونشوفك كده دايما في احسن حال، وتبقي معانا دايما في صباح الخير يا مصر، بنحتفل بيكي وباللي وصلتي له وانجازاتك كلها. شكرا ليكي ياسمين كشك، عازفه الاورج. في الحقيقه النماذج اللي كده بنحب ان احنا دايما نعرضها عندنا في صباح الخير يا مصر، بتدينا امل وتفاؤل وكمان تحقيق حلم، يعني حاجه صحيح. حلوه. انا كنت حريص ان انا اسمع منها قصتها كمان مع التنمر، لان هي قالت قبل كده ان هي اتعرضت للتنمر لكن هي قدرت ان هي تواجهه، فكنت عايزه تقول فعلا ازاي واجهت هذا التنمر عشان الناس تتعلم لما تتعرض لتنمر تواجهه ازاي. فالحقيقه كانت قصه ملهمه، ياسمين بارعة في حاجات كتيرة جدا حقيقي. وكنا لسه بنتكلم برضو في بداية الحلقة كان معانا التقرير بتاع الزوجين من الأكفاء، أستاذة صفاء وأستاذ عاطف. فدي نماذج ملهمة الحقيقة، وبتدي دروس في الحياة لكل الناس، إزاي يتعاملوا، إزاي يتحدوا كل الظروف عشان يوصلوا للي هم عايزينه.